ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة معالم تاريخية توشك على الاندثار في عدن، جامع الدولة في لحج محراب السلطنة العبدلية، العم سعيد أشهر بائع تحف قديمة في عدن وتاجر مقتنيات الزمن الجميل. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نستعرض فيها أهم ما حدث خلال الأسبوع. احتضنت العاصمة المؤقتة عدن مؤتمراً علمياً لأمراض القلب بمشاركة طبية واسعة من داخل اليمن وخارجه. المؤتمر ناقش وعلى مدى يومين معوقات طب القلب في اليمن وسبل تطوير العلاج وزيادة الخبرات والإمكانات الطبية في هذا المجال. وشدد المشاركون على ضرورة إنشاء مركز حكومي في عدن لعلاج أمراض القلب باعتبارها أحد أبرز مسببات الوفاة في اليمن، كما تشير منظمة دولية. في بادرة وصفت بالإيجابية، كرمت إدارة أحد المشافي الأهلية في العاصمة المؤقتة عدن مبادرة شبابية طوعية تبنت وعلى مدى أيام حملة لمناهضة ظاهرة حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات الاجتماعية. الحملة هدفت إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر حيازة الأسلحة والتجول بها، باعتبار ذلك ظاهرة دخيلة على المدينة تسببت في إزهاق أرواح العشرات بينهم نساء وأطفال بفعل الرصاص الراجع. لكل بلد جذور تبدو ملامحه واضحة في معالمه الأثرية، لكن ثمة اليوم من يحاول قلع تلك الجذور إما بإهمال أو تشويه للمعالم الأثرية بمحافظة عدن. في العاصمة المؤقتة عدن طالت أعمال النهب معالم أثرية يعود تاريخ البعض منها إلى ما قبل الميلاد في ظل تجاهل رسمي ومجتمعي. منذ انتهاء الحرب وعاد النار ولا الدخان يتصاعد في عدن، النار قد بدأت تبسط في الأماكن التاريخية والأثرية والمعالم الأثرية. عدن جميلة وهي التراث، وهي يعني منبع الحضارات، جميلة الشرق تعتبرني، فيعني كلنا لازم نتضامن ونمنع هذه الفوضى اللي موجودة. مصير مجهول للكثير من القطع الأثرية والمخطوطات النادرة اختفت بعد الحرب وتم تهريب الكثير منها، لا سيما المسجلة على لائحة التراث العالمي، فيما تقف الحكومة عاجزة عن فعل أي شيء ضد هذه الظاهرة، ضد العشوائيات، سواء كانت في كريتر، في المعالم الأثرية، سواء كان في أي مكان عشوائي، نحن ضد هذه العشوائيات. ورسالة نوجهها للسلطة المحلية بأنهم يقفون مع الشعب، يقفوا مع المواطنين، يقفوا مع عدن في عدم تشويه المنظر الجمالي لمدينة عدن. وندين ونستنكر هذه الأعمال التي تشوه الأماكن التاريخية التي تبرز في المحافظة، ونشد على أيدي منظمات المجتمع المدني أن تكون هناك يقظة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني بالحفاظ على الأماكن التاريخية والأماكن الأثرية التي هي تعتبر رمزية لا يمكن المساس بها، ونعلن تضامننا الكامل ضد أي أعمال تشوه المدينة الحضارية، المدينة الجميلة التي تتميز بمعالم تاريخية. أعتقد أنه مهمة جدا لعدن، ونعلن تضامننا بشكل كامل. وما نجا من الحرب لم يسلم من النهب، فالكثير من المعالم الأثرية شهدت مؤخرا عمليات بسط وتم التصرف بأراضيها بطرق عشوائية كما حدث في بوابة عدن التاريخية. هذه البوابة اللي سبق أن الاستعمار البريطاني هدم السور العقد اللي ما بين القبلين لمحمى آثار عدن كلام بحجة أنه في جن في جنية في حاجة كذا، والآن من أبناء البلد نفسها يتم البناء شيء ليس في عدن فقط ولكن في مديريات أخرى. نؤكد هنا بأن لن يتم السماح بأي عبث في هذا المكان وفي هذا الموقع التاريخي أمام مفتاح مدينة عدن، وأيضا في كثير من المواقع اللي تعرض للتجريف، تعرض للبسط. تضافرت كل عوامل العبث والتشويه في عدن لتحيلها إلى إرث معطل،
ولعل غياب الرقابة والقانون هو أبرز الأسباب التي أوصلت تراث المدينة التاريخية إلى هذا الحال. نوجه رسالة إلى منظمات المجتمع المدني وإلى الهيئات الدولية قبل المحلية، والسلطات المحلية يجب أن تقوم بواجباتها كمديريات أو كسلطة محلية بالمحافظة. المدينة تحتاج إعادة بنيتها التحتية، إعادة أعمار بعد هذه الحرب الظالمة التي شنت عليها، وبالتالي نعول على مثل هذا الشباب على منظمة المجتمع المدني في مساعدة السلطة المحلية في الوقوف ضد كل العبثيين في هذه المدينة الذي يعبثوا بمناطقها. الأستاذ وديع أمان مدير مركز تراث عدن وكذلك المشرف العام على معالم الأثرية وصون التراث الثقافي في مديرية سيرة، أهلا ومرحبا بك معنا اليوم في هذا اللقاء. بداية أستاذ وديع، لو نتحدث عن مدينة عدن الأثرية والمعالم الأثرية الموجودة فيها والتي هي من مختلف الثقافات والحضارات القديمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مدينة عدن القديمة جذورها ضاربة في التاريخ وتعود إلى بداية الخليقة، وكما يعني كما جاء في ذكر في كتب التراث بأن قبر هابيل موجود في عدن في الممر الرئيسي لعدن. فمدينة عدن فيها العديد من المعالم الأثرية والتاريخية وفي عبر حقب مختلفة، يعني في معالم قديمة وفي معالم حديثة تعتبر نوعا ما. يعني نتحدث قليلا عن المعالم القديمة، مثلا على سبيل المثال ما هي أقدم المعالم الموجودة داخل مدينة عدن؟ طبعا صهاريج الطويلة أو صهاريج عدن هي تعتبر أقدم معلم أثري في مدينة عدن، وهي بحد ذاتها عقوبة هندسية فريدة سبقت زمانها. الهندسة التي بنيت عليها الصهاريج يعني سبقت زمانها، فالبعض يظن بأنها عبارة عن خزانات لاستيعاب المياه، بينما الصهاريج مقسمة إلى قسمين، الصهاريج لحفظ المياه وصيارف. الصيارف هي الفلاتر تختزن الحصى والطين النازل من الهضبة وتصرفه إلى الصهاريج، يعني ما فاض من الماء تصرفه إلى الصهاريج الآخر. والوحيد الذي أو أول من فند الصهاريج على أنها صهاريج وصيارف هو الرحالة العربي ابن المجاور في كتابه المستبصر. البعض يتحدث بأن أغلب عدن هي معالم مأخوذة عن الاحتلال البريطاني قديما، يعني تقريبا ما مدى مصداقية هذا الكلام، وما هي المعالم التاريخية التي جاءتنا من الاحتلال البريطاني؟ طبعا المعالم التي بنيت في عهد الاحتلال البريطاني تعتبر حديثة، مثل ساعة هوغ اللي في التواهي تسمى برضو معروفة باسم ساعة ليتل بن، تصغير لساعة بيج بن اللي في لندن. كذلك الكنائس وبعض المعابد التي جاءوا الاستعمار البريطاني جاء استخدم بعض من رعايا من مستعمراته في الهند الشرقية وفي البلدان التي كانوا محتلها. طبيعة الاستعمار البريطاني عندما يحتل أي دولة يشتت السكان الأصليين ويستخدم رعايا من مستعمراته، هذه سياسة الاستعمار البريطاني دائما، وعمل نفس هذه استخدم هذه نفس هذه السياسة في بعد احتلال عدن، حتى جاء في كتاب جافن أحد المؤرخين البريطانيين نص قانون جديد اتخذته السلطات البريطانية في 1850، ينص القانون على أن يفتش كل شخص عربي داخل أو خارج من مدينة عدن تفتيش دقيق، وبعد التأكد وخلوه من الممنوعات أو السلاح تعطى له قطعة معدنية بمثابة جواز مرور على أن يغادر أو يعود إلى المدينة في الثالثة مساء يعني العصر. وأعتقد أن العرب السكان الأصليين في عدن في تلك الفترة 1850 لم يكن بحوزتهم السوع أو الساعة، والإنجليزي معروف بدقة مواعيده، يعني إذا تأخرتي دقيقة واحدة عن الموعد سوري يقول لك. ومن نص القانون الشطر الثاني ومن يخالف يعرض للتسفير، حتى
يعني جافن عندما ذكر هذا جافن هو مؤرخ بريطاني كما يقال وشهد شاهد من أهلها، يقول جافن: وما أن أتت سنة 1851 أي بعد سنة واحدة فقط من تطبيق هذا القانون الصارم والمجحف بحق ابن عدن، حتى بلغ تعداد السكان الأصليين 27%. يعني تضاءلوا بسبب هذا القانون، يعني 73 تقريبا تم تزفيرهم. طبيعي أنا لما بروح في أحد الأستاذ أحمد محسن المجدلي، الشخصية الاجتماعية والرياضية المعروفة، مؤلف كتاب تاريخ الرياضة في عدن، حدثني ذات يوم عن أنه كان يذهب هو ووالده إلى منطقة حافون ليحطبوا، لما كانوا يرجعوا العرب إذا كانوا بيرجعوا للمدينة تأخروا عن الساعة 3 وهم خرجوا إلى حافون يحطبوا مثلا. حافون أين تعتبر يعني؟ حافون في المعلة. إذا كانوا رجعوا إلى عدن بعد الساعة 3 ما يمنعوا من التزفير. طيب أنا أسرتي داخل المدينة كيف تزفرونا؟ خلاص تضطر أنك تصيح لعائلتك وتروحوا تعيشوا حيث ما توفر الماء والغذاء المرعى، زي الحساوي، بير أحمد، دلتا بيان، دلتا توبان. وأعتقد أنه هذه الميزة اللي جعلت العديد من كل المناطق، المناطق المختلفة المجاورة المحافظات في عدن، فيهم أو في قلبهم نوع من الحب لهذه المدينة، والله أعلم. تقصد المديرية يعني بقية المديريات كلهم مرتبطين؟ ما في مديريات، كانت هي مدينة عدن القديمة هي كريتر، ولكن يعني هم لا يزالون كأنهم كأن جميع أجزاء الجسم مرتبطة بالقلب النابض، وهي الآن التي هي حاليا الآن مديرية. أتكلم على مستوى المحافظات، محافظات الجمهورية اليمنية توزع الدم، دم عدن، دم أبناء عدن الأصليين توزع في عموم المحافظات، نعم، المجاورة لعدن. نعم أستاذ وديع، نتحدث كذلك عن تدمير الاحتلال البريطاني لبعض الأبواب التي ذكرتها لي قبل اللقاء. هي عدن، مدينة عدن القديمة مثل ما قلت لك، هي كريتر، مدينة كريتر محاطة بسلسلة جبلية ومنفذ وحيد للمياه اللي هو البحر جهة حقات وصيرة. طبعا كان لها بابين، باب البر واللي هو باب عدن، باب العقبة اللي يسمى أحيانا، أو باب السقاين له عدة تسميات، وباب البر اللي هو باب حقات، وكان باب حقات أشبه بباب عدن اللي هو العقد الحجري من فوق. طبعا هدموا الإنجليز في الخمسينات، بعد في منتصف الخمسينات تقريبا، وبعد ذلك بعد سنوات هدموا وفجروا باب عدن أيضا عبر موافقة من المجلس التشريعي العدني، تصويت صوتوا كلهم بالإجماع تقريبا ما عدا عضو واحد تحفظ عن التصويت، وهو أظنه كانت جنسيته هندي. أستاذ وديع، هذه التصرفات التي تنبع من احتلال كان قديما لمدينة عدن تصرفات ربما تكون منطقية أو يتقبلها الشخص باعتباره احتلال. اليوم نحن نعيش في يعني ظل حكومة ولا يوجد احتلال على مدينة عدن، ومع ذلك نحن نشاهد التشويه ونشاهد التجاوزات التي تحدث على المعالم التاريخية في مدينة عدن. نتحدث قليلا عن هذه التجاوزات. أختي العزيزة، أنا دائما أقول أن السياسة دمرت وطن للأسف، وما يحدث في عدن هو نتيجة سياسات خاطئة تمارس من بعض السياسيين، أو مناكفات سياسية تدفع عدن وتدفع اليمن بشكل عام، شمال وفي الجنوب يدفع الثمن، الشعب هنا وهناك يدفعون الثمن. ماذا عن المد العشوائي العمراني العشوائي مثلا على الصهاريج وعلى جبل شمسان وغيره من المعالم الأثرية بعدن؟ طبعا موضوع البناء العشوائي ملف كبير وثقيل، نتيجة أولا حالة النزوح الكبيرة التي تشهدها مدينة عدن، طبعا نزوح من المحافظات الشمالية التي تعاني من الحرب، من خصوصا من محافظة الحديدة. لكن النازح بطبيعة الحال ترك ماله وأشياءه وفر هاربا من الحرب، من غير المعقول أن تكون لديه هذه الملايين، واليوم لا يخفى على أحد يجب أن يكون لدى الشخص ثروة لكي يعمر منزلا في عدن. يعني بالتأكيد أن المشكلة ليست فقط مشكلة النازحين. لا أكلمك عن طبعا هون العشوائية
عدة أنواع، أكثر من نوعين. النوع الأول مثل ما قلتي اللي هو لازم يكون عنده ثروة، في اللي هم يعني كنت واجي لهم أنا بالكلام، هم الفئة الثانية. الفئة الأولى أولاً النازحين مثل ما قلت لك اللي أجوا من محافظات الحديدة ومهمشين، أغلبهم من فئة مهمشين، استباحوا أو استحلوا جبال عدن بشكل عام. مثل عندك مهلكات الفرس اللي هي برج الصمت تسمى، ما يحتاجش أي تروة، أخذوا من الأحجار أحجار سور عدن القديم عمره آلاف السنين، أخذوا من الأحجار اقتلعوها وعملوا فرشة وبناء خشبي، صندقة عشة، هذا ما يحتاجش أي، طبعا بالآلاف كل الجبال تقريبا، المعلى جبل كاسترو مش عارف إيش القلوعة وكريتر، جبال كريتر كامل. وبعدين في معنا النوع الثاني من العشوائي، الناس المقتدرين اللي استغلوا حاليا وضع الفوضى والانفلات الأمني وغياب الأجهزة الرسمية، وبدأوا بعمليات البناء العشوائي خصوصا في داخل المعالم الأثرية وفي حرم المعالم الأثرية زي الصهاريج وباب عدن. وقد أقمنا وقفة احتجاجية عند باب عدن، وحضر أحد وكلاء المحافظة اللي هو الأستاذ رشاد شايع، ووعد بأنه العشوائي كامل سيزال. للأسف برضو هناك في يعني عملية ما قدرناش نفهمها، اللي هي مكتب الأوقاف أو وزارة الأوقاف تحولت إلى وزارة الأراضي بالفعل، يعني تصرف أراضي. يجي واحد بنا بناء عشوائي بالقرب من معلم باب عدن، فين أوراقك؟ قال عندي أوراق رسمية، يجيب لنا أوراق كلها من وزارة الأوقاف، 50 متر في 50 متر ابتنت فيها، يعني هي عبارة عن حرم مقبرة، والأوقاف تصرفها للناس، قسمتها بقع، يعني 50 في 50 متر هذه تخيلي 30 بيت طلعت. نعم. إلى درجة أنه واحد يقولوا بيت يعني حوالي 30 متر في 15 إمام مسجد. دور الجهات المختصة أستاذ وديع والمعنية بموضوع التراث والمعالم الأثرية، على سبيل المثال الهيئة العامة للآثار، ما هو دورها في ظل كل هذه التجاوزات؟ والله في الحقيقة على أرض الواقع ما لهم شيء دور، لم نراهم أبدا. عندما سألت الأخ مدير مكتب الآثار قال نحن نعمل ونعد رسائل إلى الجهات ومش عارف إيش، يعني عملهم مكتبي فقط، لكن عندما يكون في اعتداء على معلم أثري أو على أي موقع نحن الذين نخرج إلى الأرض إلى الشارع ونقيم الوقفات الاحتجاجية في ظل غياب تام لهذه الجهات الرسمية. نعم. طيب ودوركم أنتم كمؤسسات يعني ربما لا تكونون جهات رسمية في الدفاع عن المعالم الأثرية؟ في الحقيقة نحن قبل أن نكون جهات تنشط في هذا المجال، نحن أهل هذه الأرض ونحن أبنائها ونحن الأولى بالدفاع عنها، والحمد لله نعمل اللي نقدر عليه يعني وزيادة. لكن في نفس الوقت أولا نحن لما نعمل شيء ندافع عن معلم أثري ضد اعتداء حاصل أو شيء، مش منتظرين من أحد كلمة شكر، تعودنا في هذا البلد على أنه أي جهد يعني يذهب هباء منثورا لدى السلطات الرسمية. على الأقل ما كناش نتوقع أنه بيكون في مضايقات لنا ونحن ننشر في هذا المجال، ونحن نعتبر سند للجهات الرسمية. فبالمقابل للأسف تحدث بعض التصرفات أو ردود الأفعال السلبية من الجهات الرسمية تجاهنا نحن. وأعتقد أنه في الفترة الأخيرة الأخ وزير الثقافة الأستاذ مروان دماج بإعطاء هذه الجهات الناشطة أو منظمات المجتمع المدني إعطائها الحق في أو شراكة، عمل شراكة مع وزارة الثقافة أو مع هيئة الآثار، بدأه في هذا الموضوع حاليا بحسب ما سمعت يعني بحسب ما وصلني، لكن إلى حد الآن لم نرى أي شيء. أستاذ وديع، كيف تقرؤون الوضع الأثري أو التاريخي في عدن إذا ما ظل الأمر على ما هو عليه من تجاوز ومن يعني كيف تقرؤون الوضع إذا ظل الوضع على ما هو عليه من تجاوز وتشويه للمعالم الأثرية؟ الوضع صعب جدا، كل المعالم تقريبا تعاني من كل معلم له مشكلة للأسف.
حجار الصهاريج يعني كنا ندافع عن كنا نطالب بالخلطة السحرية اللي هي اللي بنيت منها الصهاريج هي بوميس ونورا والطريقة البدائية يعني إلى وصرفت ملايين لدراسات لكن للأسف ما فيش أي جهة بدأت بأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وبدأت بالشروع بعمليات أو محاولات لإعادة أحجار الصهاريج المتناثرة يعني شيء يوقع القلب تصلي الصهاريج تشوفي الأحجار خلاص أحيانا تسقط حجر قدام عينك نعم لماذا لن نلمس غضب في الشارع العدني غضب جماهيري ومجتمعي إزاء هذه التصرفات التي تمس المعالم الأثرية في عدن الغضب موجود في شبكات التواصل الاجتماعي للأسف أعرف ناشطين يعني يتغنوا بحب عدن بأهمية المعالم مش عارف إيش ولكن عندما يجد الجد ما نشوفهمش في أرض الواقع كما أنه بعض المعالم مثل ما قلت لك إذا افتقدنا لهذه الخلطة حق البوميس والمش عارف إيش عشان نرمم معالمنا فما يحق لناش أننا ندافع عن معالم الحديثة مثلا زي مسجد حامد في الزعفران مسجد حامد القيمة الأثرية من المسجد تقريبا انتهت لأنه المسجد الأصلي أعيد بناؤه في الخمسينات نعم في أواخر الخمسينات تقريبا ومسجد أبان مسجد أبان ده قديم بني سنة 115 هجرية أقصد يعني الآن هل هو الآن يعتبر معلم أثري؟ خلاص اندثرت اندثر المبنى الأثري خلاص راح هذا يعيد بناؤه في 96 بعد حرب 94 نفند بعض المعالم على سبيل المثال المنارة نحن سمعنا بأنه ربما تحدث فيها عمليات ترميم مثل ما ذكرتم حدثنا عن هذا الموضوع قليلا المنارة تعرضت خلال الحرب تعرضت لشظيتين تقريبا أضرار بسيطة جدا وقد يحصل لها عمليات ترميم إذا استدعت الحاجة وأتذكر قبل عدة سنوات قبل 4 سنوات أو أكثر أجريت للمنارة عملية ترميم للميلان كان حاصل فيها ميلان فأجريت لها عملية ترميم ولكن الميلان لا زال على ما هو عليه لم يتحسن وكان هناك أيضا مولد كهرباء كبير بجانب المنارة وتم نقله بحيث أن الاهتزازات هذه تأثر على المنارة خايفين لا تسقط يعني لكن يبقى حالها حال كل معالم عدن مهددة بالاندثار هل قمت مثلا بوقفات أو أي إجراءات للمعالم الأثرية التي أصبح من الصعب جدا الذهاب إليها على سبيل المثال قلعة صيرة والله الأوضاع الأمنية للبلد طبعا هذه خط أحمر ما حد عاد يقدر يتكلم خلاص لما يقول لك دواعي أمنية يعني حتى الصياد تحت القلعة ممنوع ولكن يوجد مباني عشوائية تحت القلعة خلي المباني العشوائية كذا من هناك لكن من جهة أبو دست أنا كنت متعود أخذ الوتارات حقي وأروح أقلب لي هناك الشوال لما تطفي الكهرباء الآن ما أقدرش لأنه مقابلة للقصر الرئاسي استمرار هذا الوضع مرهون كذلك باستمرار الأوضاع الأمنية المتأزمة داخل العاصمة المؤقتة طالما البلاد فيها تشهد حالة حرب كل الأوضاع ما نقدرش عاد نقول حاجة نعم المتحف الحربي الذي دمر وكثير من الوعود بأنه له الأولوية ومديرية صيرة لها الأولوية في ملف إعادة الإعمار ماذا عنه الآن؟ والله المتحف الحربي حاله حال بقية بيوت عدن اللي دمرت والمنشآت والمرافق التي تم تدميرها خلال الحرب وكذلك رصيف السياح اللي في التواهي أيضا أحد المعالم من معالم الاستعمار البريطاني يعني عملية إعادة الإعمار هذه إلى حد الآن نحن نعتبرها أهل عدن كذبة كبيرة ما شفناهاش يعني بيوتنا تدمرت أنا هنا ساكن فوق بيتي بيت الرئيس علي سالم البيض اللي أصبح فيما بعد بيت علي
عبد الله بن حسين الأحمر. طبعا الصواريخ كلها فوق بيتي، ولا زجاج بقى ولا طاقة. صلحنا البيت لوحدنا عشان نرجع نسكن كلنا نازحين في المنصورة. بعد ما صلحنا الطواق الألمنيوم طبعا، أقل انتحاري 28 يناير عند نادي التلال، وفجر نفسه وتكسر الطواق ثاني مرة، ورجع يعني نغير الطواق مرة ثانية. فإلى حد الآن 3 سنوات موضوع إعادة الإعمار كذبة كبيرة. لما يصدقوا بنشوف بيصلحوا طبعا، بنشوف المتحف تصلح والرصيف السياح. رسالة أخيرة تقدمها في هذا اللقاء أستاذ وديع؟ بصراحة أطلب شراكة حقيقية مع الأخوة في وزارة الثقافة وهيئة الآثار العامة، نحن سند لهم، ويد بيد سنستطيع أن نعيد لمعالم عدن رونقها وجمالها وتاريخيتها حتى إن شاء الله بإذن الله تعالى. الأستاذ وديع أمان، مدير مركز تراث عدن والمشرف العام على المعالم الأثرية وصون التراث الثقافي في مديرية سيرة، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. في القرن 18 الميلادي بني جامع الدولة، وهو اليوم يعتبر من أهم المعالم التاريخية في مدينة الحوطة محافظة العرش. جامع الدولة أحد أهم المعالم الأثرية في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج جنوب اليمن. يعود تاريخ بناء الجامع إلى العام 1292 هجرية، قبل قرن ونصف من الزمن. شيده السلطان محسن فضل العبدلي، وأشرف على بنائه وتصميمه مهندسون من الهند تم استقدامهم لهذا الغرض. يعتبر جامع الدولة من أجمل المساجد في مدينة الحوطة من حيث التخطيط الهندسي والمعماري، باعتباره أقدم المساجد المتأثرة بفنون العمارة الإسلامية في شرق آسيا. يذكر المؤرخون بأن معظم الأدوات المستخدمة في بناء جامع الدولة تم استيرادها من الهند، حتى قطع الرخام التي ما تزال باقية حتى اللحظة. تكمن أهمية الجامع في موقعه إلى جوار قصور عشائر السلطنة العبدلية التي حكمت لحج وعدن لأكثر من قرن، فكان السلاطين يقصدونه لتأدية صلوات الجمعة والجماعة، ومن هنا جاءت التسمية. تسميته بجامع الدولة كما يذكر بعض المؤرخين يعود إلى وجوده بالقرب من قصور السلاطين الذي حكموا لحج خلال القرنين 18، فيما تشير بعض المراجع التاريخية إلى أن سبب التسمية تعود لمقبرة السلاطين التي تقع في الجهة الخلفية للمسجد. وقيل إن أول من دفن فيها الأمير الشاب أحمد فضل القمندان، أديب لحج وصوت نغمها الأصيل.
يطل مسجد الدولة على مدينة الحوطة بقبابه الست وبالأشكال الهندسية المثلثة التي تزين أعلى جدرانها. وهذا النمط القديم الذي ما زال محتفظا به ومحافظا عليه أكسبه دلالة تاريخية. شهد الجامع بعد نصف قرن من بنائه عملية توسعة، وفي عهد السلطان عبد الكريم فضل عام 1334 هجرية، وخضع لأكثر من عملية ترميم كان آخرها في العام 2014 بجهود ذاتية من قبل عدد من الناشطين المهتمين بحماية المعالم الأثرية. ظلت هذه المساجد الأثرية في لحج عامرة بالنفحات الإيمانية محافظة على طقوسها التعبدية، يقصدها الزائرون من داخل اليمن وخارجه باعتبارها معالم تاريخية لحضارة قديمة توشك على الاندثار. منذ أكثر من 5 عقود والعم سعيد فضل سعيد يعمل في جمع وبيع الموروثات الشعبية، مهنة لا تدر عليه الدخل فقط وإنما تدخل السرور والسعادة إلى قلبه. ينيف عن 5 عقود والعم سعيد فضل سعيد لا يزال محافظا على مهنته شغوفا بها، وإن لم تعد تدر عليه دخلا جيدا بسبب توقف النشاط السياحي في العاصمة المؤقتة عدن. أطلب الله بالثمن هذا من سنة 60 للستينات، قلت كله تحف زي ما تقولي، حق البحر وحق هذا، كان سلاحف مياه وحاجات، الحين ماش بعدهم ماش حسوا ماش حيصلحهم هذا، حتى حناسة كل حاجة كان لقوف حق البحر كصيد، الحين ما في. يبلغ من العمر 95 عاما ولا يزال يتمتع بروح شبابية في العمل، يجد في حرفته المتعة والسعادة ويحرص على أن يورثها لأبنائه وأحفاده باعتبار إحياء الموروث الشعبي وحمايته مهمة وطنية. مواليد 1925، أكيد وأنا صغير عمري 10 سنين، أنا عمري 10 سنين، تربيت هنا في بندر جديد، بدأت أبيع حتى حق البحر،
الحجرة الأبيض كانوا يصلحوا لي بالخيصة في الفريقة. أول مرة اشتغل في الدكاكين سمعتي، بعدين شفت هنا السوق ما فيش، خليت الدكان هذا زي ما تقولي، وجلس أبيع بحجر حق البحر، هذا الحش هذا حجر نجيبه بسكترة سمعتي، جنبنا خواين وهذا وحاجات كنا نجيب. بعدين هذا الحاجات صعب يافع، كان يجيب من يافع، يجيب لنا جواني على حاله، هذا الكيب كيب وفضة. اشتهر خلال العقود الماضية ببيع الحلي القديمة من عقيق يماني وكهرمان وياقوت وغيرها من التحف والعملات النقدية القديمة والطوابع البريدية، وكان يملك أكثر من محل في مناطق متفرقة بعدن يقصدها الزائرون من داخل وخارج اليمن. فتحنا المحل بعد 73، لأن في 64 شلنا، بعدين خلينا زي ما تقولي كنا نبيع قماش، وهذا شفنا القماش ماش خرج، قمت بدلته حاجات، هذه الحاجات زي ما تقول من الأرياف، في الأرياف كان مليان هم يشتغلوا هنا، يجيب كنا من صنعاء من حديدة من تعز من أي مكان، حصلت من البيضة من أي مكان، بس كنت أدور ولا خلي مكان، ركبت هذا ومن عدن كمان، عدن كان مليان، والحبيات هذا الجمالة كانوا جمالة ينزلوا يزلوا فلوس حق البلاد، أنا أشتري منهم، كلهم جزعوا لي هذا جزعوا لي هذا، وحاجة حاجة من حضرموت قليل، بس ماش حاجة من حضرموت قليل، هنا كانوا كبير. لا يجد العم سعيد القراءة والكتابة، إلا أنه لا يجد صعوبة في التعامل مع زبائنه وأغلبهم سياح أجانب، فالمهنة أكسبته أصدقاء جدد ولغة جديدة يتخاطب بها معهم ويفهم رغباتهم الشرائية. اشتغلت وتعلمت الكلام الروسي قليل، أقول روس كنا نطلب الله عليهم، أول إنجليز بعدين الروس، إيطالي حبة حبة، فرنساوي حبة حبة، لأن ما زالك بقليل يقول ما يجيش كثير، تكلم معهم بالإنجليزي ولا بالروسي، وأنا مش متعلم ما قرأش مكتوب بالروسي، بس مطري ما تشوف بعد بالإنجليزي يقول ويلكم. بعد توقف النشاط السياحي في عدن لم يتوقف العام سعيد عن مزاولة مهنته التي اقتصرت على بيع الأحجار البحرية النادرة في هذا المتجر الصغير الذي بات بالنسبة له جزءا من حياته كما يقول. عيال علمتهم من البرقة لسجنبه معلمهم وكيف يشكوا وكيف يصلحوا، وبعدها خلتهم هذاك مزك الدكان هذا اللي كان هنا وهذاك مزك هناك، أنا تعبت خلاص لأنه حلق وهذا بما الشغل، وأنا زوجين معهم جوال، أنا خليهم يشتغلوا. هذا مرزوق شعبية مليح، أنا تعجبنا لأنه رابخ، أي واحد يكون فوق رابخ جالس، لا أجاب أكل العمل وأكل أبوه وقزعل لي، ما أدريش كتاب لا يشتغل. هناك أيضا من أبناء الوطن من يحملهم الحنين لزيارة هذا المتجر لما يحمله من دلالة تاريخية، لكن قدراتهم الشرائية لم تعد تسمح لهم بشراء المزيد من المقتنيات القديمة. لا دحين ما عجز بيجي حبة تجي ما أول ما في. الحين أي حاجة الحاجة الملح شلوا عليه رقد أول. لما تقول حل بس حق الحريم زي هذا الكهرب الحين جابوا صناعي، أول كان الأصلي. هذا عرفت الكهرباء هذا الحبوب، هذا كان الأصلي أول، هذا خلاص كله هذا أنت إيشاله، وما هذاك أصلي الحاجة شغل اليهود. تراجع الإقبال على المتجر خاصة بعد الحرب الأخيرة
التي شهدتها عدن في العام 2015 من أكثر المعوقات التي تواجه العم سعيد، إلا أنه لا زال مسكونا بالأمل، يمني نفسه بقادم أجمل تستعيد فيه عدن عافيتها وتعود كما كانت مدينة لكل اليمنيين وقبلة للسياح. أول أيام الحج كان ما نشتغل للحين، من يوم اشتغل ربتها هذه وما لها حاجة، بس كده بس يلا نجلس كده، هذا جلس خذ له هنا وذاك جلس له هنا، يبغوا بس المكان نادر أن يجي لهم واحد، بثمانية بالعشر أيام يقول أجا نفر ولا نفرين، ما في إلا في واحد أجنبي أجا بالكهرباء ولا أجي أصحاب الكهرباء صلحوا ولا روس، بس هو هذا ولا لا في بنازل يستغلوا الخارجين اللي يشتغلوا بالمراكب، يجي واحد واحد. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل وإلى اللقاء.